نفسي محظوظة طبعا، علشان انا يعني انا اعتقد ان الدراما العائلية بتعلق مع الناس قوي، بيعيشوا معاها وبيتعاطفوا معاها وبيحصل ألفة بينهم وبين الشخصيات ودي التفصيلة اللي معظم المسلسلات التركي والهندي بيلعبوا عليها. فأعتقد إن بيحصل ألفة بين الناس وبين الموضوع وبين الشخصيات اللي بتعمل الأدوار، فبتهيألي ده سبب من أسباب ردود الأفعال في الشارع اللي بتشوفيها، رأي الناس، بتشوفي إيه في الشارع من خلال المسلسل ده؟ بص، هي حالة يعني أنا شخصيا ما حصلت ليش قبل كده، فأنا يعني متفاجأة بيها وسعيدة بيها خالص، ونسبة مشاهدة برضو عالية جدا، ما حصلتش بقالها كتير خالص، فده كله جديد بالنسبة لي، يعني متفاجأة.